الى الامام، استقبال لريبال، ريبال دار على كرة، دار على نفسه وحاول التسديد، ريبال الله! شوف الكرة الماضية، هذا استقباله، هذا دورانه، وبعد شوي يتعدل وهي هوبا هي. يا له من رقابة يفرضها دفاعات المنتخب الفلسطيني. الهون محاولة ممتازة، ريبال، ريبال! بعد التسديدة ريبال، شوف اللقطة، عبد العزيز لم يلحق على كرته وريبال سدد، شالها عبد الرحمن، سدد في القبة، وهذه الركنية ترسل كرة عرضية من جديد، متابعة في المرمى، في المرمى هنالك صافرة، نعم هدف، هدف يأتي للمنتخب الكويتي، لكن الحكم المباراة احتسب بعد ذلك الخطأ. التاسعة مساء بعد نهاية مباراة العراق وعمان، المطيري، الله، لن يهنى له بال، تمريرة من الحقان، سوء تغطية من الدفاع، استقبلها هي هوبا حتى يسجل التعادل، هنا ريبال، هذه كرة، الله! شوف الكرة لم يكن فيها تسلل، عبد العزيز مهران أمام حائط طويل القامة، لكن يراهن مهران، مهران، الله! عبد العزيز مهران يسجل كرة رائعة في المرمى، شوف الكرة، شوف الكرة في العارضة، هي هوبا في المرمى، في المرمى، ما تحتاج استشارة.